هي النسخة الأولى للحاق الجوي المنظم من طرف الجمعية المغربية للطيران الخفيفة. 16 طائرة من النوع الصغير حطت الرحال اليوم بمطار مولاي علي الشريف بالراشدية بعدما أن أقلعت من قبل من بومندادس نواحي ورزازات. إلو غالي، راه نضموا الجمعيه ديال في المغرب ديال الطيران الخفيف مع الايرو كلوب ديال اكادير، والهدف منه اساسا هو نعرفوا بهذه المناطق هذه ونوريو حتى الطيارين المغاربه المطارات اللي كاينين في هذه المنطقه الجميله. السنوات هذه اللي ما دارش هذا الرالي في هذا المستوى هذا، كاين 16 طياره، كاين المشاركه من جميع الانديه، لا مدينه الدار البيضاء ولا مدينه مراكش ولا مدينه طنجه مدينه الرباط. الحمد لله كان هذا العرس الرياضي في المستوى، الحمد لله كان استقبال جميع السلطات المحليه. هواة التحليق بالطائرات الخفيفة جعلوا من هذا اللحاق فرصة لاكتشاف المنطقة، خصوصا وأنهم أعادوا بعض الحركية لمطار الراشدية الذي يعيش شللا كبيرا خلال الآونة الأخيرة. مطار مجهز بكل أجهزة الملاحة الجوية ويستقطب أي نوع من الطائرات. العائق الوحيد اللي كاين حاليا هو عدم برمجة رحلات منتظمة. المناسبة القادمة العام الجاي إن شاء الله غادي نحاولوا نعطيو واحد الصبغة دولية باش نحاولوا يشاركوا الجامعات، أولا الاتحاد العربي والاتحاد الأفريقي والجامعة العالمية للطيران. بعد الراشدية سيتجه اللحاق الجوي نحو مدينة زاغورة ثم تارودانت فأكادير، مبادرة من شأنها تشجيع هذا النوع من السياحة ببلادنا.